نتكلم عن الامتحانات وعملية تقييم المعارف في الجامعة، في الثانوية إلى آخره. في التسعينات تقريبا كان الامتحان هكذا، الموضوع موضوع الامتحان ورقة قصيرة، وكانت كذلك تتماشى معه ورقة الإجابة، وهي عبارة عن ورقة مزدوجة بيضاء فارغة يملأها الطالب بطبيعة الحال أو التلميذ كذلك. أما في السنوات الأخيرة فأصبحت ورقة الامتحان هي كالآتي، هي ورقة مملوءة بأسئلة مع خانات فارغة، يجب الطالب أن يختار الجواب الصحيح ويملأ به الخانة الفارغة. في ظروف الاكسدان أصبح الامتحان الآلي أو ما يسمى بالكويز أو الكسام أصبح النمط الاختياري الأول لتقييم المعارف. ولسهولته في التصحيح الآلي وتنظيم النقاط أصبح يسيطر على كل أنماط الامتحانات الأخرى. بالطبع الامتحان الآلي في شكل كويز أو كسام مزايا بيداغوجية متعددة، ولكن إن أسأل استعماله فله سلبيات تنعكس على التكوينات بالمدرسة والثانوية والجامعة. سألنا بعض الأساتذة حول العلاقة بين نمط الامتحان وتكوين مهارات الطالب، فكانت بعض الأجوبة مفاجئة. الآن السؤال الذي يجب طرحه هو كالآتي: هل هناك علاقة بين نوعية الامتحانات وطريقة اجتيازه بطبيعة الحال من جهة، وتكوين الطالب وتطوير قدراته ليصبح فعالا في وسطه، هل هناك علاقة؟ بالطبع أكيد، الامتحان المفتوح الذي يتجلى في التحرير، تحرير موضوع معين ينمي وبكثرة ينمي في الطالب قدرات هائلة في التفكير وفي التحليل كذلك. أما الامتحان أقول الآلي المحدود في ما يسمى بالكسام أو أسئلة بأجوبة قصيرة متعددة أو الكويز كذلك، ففي هذه الحالة الطالب يختار فقط إجابات مقترحة موجودة أمامه، وهو إذن محدود في تفكيره، لا يفكر كثيرا ولا يحلل كذلك، والنتيجة قد تكون في النهاية خلق أفراد أو طلبة لا يتواصلون ولا يحللون كذلك. للتذكير بتعداد أنواع وأنماط تقييم المعرفة عند الطلبة، يجب التمييز بين امتحانات تنجز فوق الورق بغياب الربط بالإنترنت وامتحانات تنجز باستعمال الحاسوب والربط بالإنترنت. لكل منهما مزايا وسلبيات. كذلك كل هذه الأنواع توجد أنماط داخلها مختلفة لتقييم المعرفة. في حالة التقييم بالتحرير والتحليل قد يكون الامتحان فوق الورق مناسبا. داخل الامتحان فوق الورق يمكن كذلك استعمال النمط الآلي لتقييم المعرفة والذي يسمى بالQCM والكويز، إلا أن عملية التحليل والتحرير تصبح محدودة. من الجانب الآخر، وإن توفر الربط بالإنترنت فالامتحان بالحاسوب يصبح سهلا وغير مبذرا نهائيا للورق، لكن عملية التحرير والتحليل تبقى محدودة. الخلاصة من كل هذا، وفي انتظار تطور طرق جديدة في تقييم المعارف عند الطلبة، يبقى التقييم بالتحرير والتحليل نمط الامتحان الذي يطور مهارات التواصل الكتابي لحد الآن في انتظار التواصل الشفوي. لنبقى في خطورة عملية تقييم المعارف بالمؤسسات بصفة عامة، فزيادة عن خلق أفراد وطلبة لا يحررون ولا يحللون ولا يتواصلون كتابيا كذلك، زيادة عن هذا كله ومع ضغوطات الاكتداد اختفى الامتحان الشفوي، وأصبح كذلك الطالب لا يتواصل شفويا زيادة عن لا يتواصل كتابيا. لا يتواصل كتابيا وشفويا يجعل من الطالب معاقب في نشر معلوماته وعلمه ومعرفته، ولهذا إن لم نستدرك ضعف
طرق تقييم المعارف بصفة عامة سبطبيعة الحال نخسر العديد من التكوينات، العديد من التكوينات في مؤسساتنا ككل. لتفادي خلق الإعاقات في التكوينات يجب تنويع طرق تقييم المعرفة في المدارس والجامعات والسبل المتعددة، ومن بينها أولا دمج أسئلة بالتحرير مع أسئلة بأجوبة متعددة وقد أصبح هذا ممكن، كذلك اعتماد التقارير ريبورت رابور كونت روندو، أو كذلك أخيرا اعتماد العروض الشفوية أورال برزنتيشن.